السلام عليكم، أنا محمد غنايم. عيد الحب أو الفالنتاين أمر جميل صراحة، لأنه يقوي مشاعر الحب بين الناس. هذه الجملة قالها لي أحد المعارف قبل 4 سنوات في جلسة مسائية باردة. وقتها قلت له كيف ذلك، وذهبت إلى المنزل وصورت مقطع كامل عن هذا الموضوع، واعتقدت أنني غطيت الموضوع كاملا. لجد على المقطع الأخير تعليق من أحدكم حفظه الله يقول: يا محمد، اقترح لنا طرق الاحتفال بعيد الحب بشكل أونلاين، يعني بما أن الوضع كورونا والناس ما بتقدرش تسافر وتصلي أحبائهم، تكلم عن هذا الموضوع من فضلك. تمام، سأتكلم أيها الطيب، ولكن عدني أن تشاهد هذه الحلقة لنهايتها. أعدك، أخبرني أولا، هل أنت مسلم؟ هل الحب علاقة بأن تكون مسلما أو غير؟ لا ونعم في نفس الوقت. تمام، نعم أنا مسلم. بما أنك مسلم سأخبرك الآن عن عيد الحب. لم أفهم ما علاقة الإسلام بالموضوع، ولكن أكمل. ستفهم. بعيدا عن المزح، أصل هذا العيد غير واضح. قبل 4 سنوات تكلمت عن 3 أصول مختلفة له، واليوم وأنا أقرأ عنه وجدت أصل جديد له، يعني أبديت يعني. وهذا يدل على شيء، يدل على مدى عدم صدق هذا العيد. لا أقول شيء من عندي صراحة. مثلا قبل 4 سنوات أخبرتك أن أصل هذا العيد يعود لرجل قسيس يسمى فالنتاين، حكم عليه بالإعدام بسبب مخالفته تعليمات الإمبراطورية الرومانية وقتها، حيث كان يمنع على الجنود الزواج وقتها، لأن الزواج يربطهم بعائلاتهم ويشغلهم ذلك عن خوض الحروب والمعارك والقتال. فكان هذا القسيس يزوج الناس سرا، ولما فضح أمره قبض عليه وحكم عليه بالإعدام. وقبل أن ينفذ الإعدام بحقه وهو بالسجن، أحب ابنة السجان ثم أعدم. وأطلق هذا العيد على اسم ذلك القسيس المسمى فالنتاين. والآن يتم عرض جمجمة المسمى فالنتاين مزينة بالزهور في كاتدرائية سانتا ماريا في روما. هذا أصل العيد حسب ما أعرف. لأجد اليوم أن أصل هذا العيد يعود إلى أصل آخر، هو أن الرومان قديما كانوا يحتفلون بعيد يسمى لوباركيليا، ففي هذا اليوم يقدمون القرابين لإلههم أو إلهتهم أو شوية ليحمي مواشيهم من الذئاب. وفي بعد ذلك تحول هذا العيد إلى عيد يحتفل فيه الناس بالحب. صدقا أيها الطيب، لا يهم أصل هذا العيد بقدر أن تفهم كمسلم أن هذا العيد ليس لك. وطبعا لا يجب أن تقول كمسلم أن هذا العيد منكر أو أنه نجس إلى آخره كما يفعل البعض. لا أيها الجميع، هنا انتبه، لا يجب أن تنكر على النصارى أعيادهم. في يوم دخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في يوم عيد، فوجد عندها جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، يعني كانتا تغنيان بأقاويل ترددها الأنصار في أعيادهم. فقال أبو بكر: أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. ولكن المشكلة أيها الطيب أن تكون غير مدرك لأفعالك. يعني مثلا تجد الكثير من غير المسلمين لا يحتفلون بهذا العيد ليس من باب ديني كما حالنا، بل هم يكرهون هذا العيد، خصوصا المطلقين منهم أو غير المرتبطين أو المصابين بالاكتئاب حتى. فبعضهم يقرر أن يجلس لوحده في منزله في هذا اليوم بسبب حمى التسوق المبالغ به في مثل هذا اليوم، بينما أنت كمسلم الحب لديك طيلة أيام السنة أساسا. صدقا دون مبالغة، أنت كمسلم مثلا في حب لوالديك طيلة أيام السنة، لم يسمح لك الإسلام أن تبرهم أو تحبهم في يوم واحد فقط، مثلا في عيد البر. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر أين وضع الله عز وجل مكانة بر الوالدين، أي حبهما، بعد عبادته وعدم الشرك به مباشرة. أنت كمسلم في حالة حب دائم لزوجتك أيضا، التي يعتبرها الإسلام الميثاق الغليظ. فالزوجة في الإسلام محمية كأنثى وكزوجة وكبنت وكأم، في آيات قرآنية يطول الحديث في شرحها. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. انظر الآية التي تلت هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله عز وجل وضع الزواج قبل معجزة خلق السماوات والأرض. تخيل، عن أي تقدير وحب للزواج في الإسلام نتكلم؟ أنت كمسلم في حالة حب دائم، فقط تفكر في الروابط التي تجمعك بمن حولك، تلاحظ أن بها نوع من الشاعرية. صدقا، مثلا الرابط الشرعي بينك وبين أخواتك، هناك رابط يسمى صلة الرحم، رابط شرعي. أليست صلة الرحم دلالة على الحب؟ ولماذا لم يضع الله عز وجل في يوم واحد مثلا يوم الرحم؟ هناك حكمة لتجعلك كمسلم في حالة حب دائم وليس في يوم واحد فقط. وقس على ذلك، لأنك بكل اختصار إذا لم تكن في حالة حب دائم وهكذا الإسلام، ستحدث الكثير من المشاكل وستتفكك الروابط. تشير إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2015 ووضعت لك رابطها في الوصف، إلا أن 53% من نساء الولايات المتحدة الأمريكية أكدن استعدادهن
للانفصال عن شركائهن في حال لم يحضروا لهم هدايا في عيد الحب. تخيل الحب لديها اساسا يوم واحد، فهي مستعده للانفصال عن شريكها في حال لم يعبر لها عن الحب في ذلك اليوم، ومعها حق صراحه. وكشفت دراسه امريكيه اخرى ان 3% من الرجال فكر بوضع حد لعلاقاتهم العاطفيه بدل اختيار هديه مناسبه. يعني مستعد ينهي علاقته على ان يحضر هديه جيده، يعني تعرفون اختيار الهديه ليس امرا سهلا. في اليابان يختلف الامر قليلا، فالنساء هناك هن من يشترين الهدايا والشوكولاته للرجال. في ماليزيا مثلا تحتفل النساء بتدوين ارقام هواتفهن على برتقال، ثم رمي تلك البرتقاله في نهر او بحيره مع امنياتهن بان تصل هذه البرتقاله لرجل احلامهن. يعني تخيل ان يتصل عليك رجل اخذ رقمك من برتقاله وجدها مرميه في بحيره. محمد اسمعني ارجوك، انت تعلم ان عيد الحب هذا لم يوضع ليعبر الناس عن حبهم لامهاتهم واقاربهم كما تقول، بل ليعبروا عنه لحبيباتهم. يعني من الاخير يعني. وفي الاسلام كما تعرف لا يوجد حب بين الرجل والمراه الاجنبيه، فكيف يكون المسلم في حاله حب دائم وهو لا يستطيع ان يحب في نفس الوقت الا امه واخواته؟ سؤال جميل. نحن نعلم ان من يحتفلون بعيد الحب الان سواء من المسلمين او غير، بعضهم ليس الكل يكون على علاقه غير شرعيه بالطرف الاخر، يعني مثلا تعرف عليها بدون علم عائلتها ويمسج ويدردش معها بالسر وربما مع 10 غيرها في نفس الوقت وهي كذلك ربما. لا اعمم طبعا، ولكن انا ابن هذا الزمان وعما ارى اتكلم. فالحب احبتي في الله بين الشاب والفتاه في الإسلام يقسم إلى قسمين. مثلا الرجل قذف في قلبه حب امرأة، مثلا رآها صدفة فأحبها، نسميه حب من النظرة الأولى، ولكنه اتقى الله وغض طرفه حتى إذا وجد سبيلا إلى الزواج منها تزوجها، فإذا لم يجد أو لم يستطع الزواج فإنه يصرف قلبه عنها، لا يكلمها بالسر أو يلتقي بها، لا يعجب بصورها على الفيسبوك، لا يحاول الوصول إلى رقمها، لا يقوم بأي فعل مادي يحرك بها أو به، فقط يحبها من بعيد ولا يحدثها ويسعى للزواج منها. هذا الشاب حبه حلال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى للمتحابين مثل الزواج، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يرى للمتحابين غير أن يتزوجوا. يعني حتى وأنت شاب غير متزوج الإسلام يسمح لك أن تحب امرأة أجنبية بالضوابط الشرعية. يعني لا تروح الآن وتحب فتاة وتقول محمد حكى أنه احنا كمسلمين في حالة حب دائم. ركز، يعني من الطبيعة أن تحب امرأة ثم تذهب وتتزوجها، لذلك هناك ما يسمى بالنظرة الشرعية قبل الزواج. أما الحالة الثانية للحب بين الشاب والفتاة وهي الحالة المحرمة، وأنه أحبها وأحبته بطريقة ما يعني غير شرعية، ثم بدأ يحدثها يسامرها يكلمها يطلب صورها يحدثها في أمور محرمة ولا يسعى للزواج منها، هذا اللون من الحب محرم وعواقبه وخيمة جدا في حياته وفي آخرته. نهاية أيها الطيب، كما قلت لك نحن كمسلمين في حالة حب دائم في كل علاقاتنا، حتى أنا أحبك في الله من باب الأخوة في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكننا لا نحتفل بعيد الحب لسببين. الأول أنه ليس من أعيادنا كمسلمين، نحن لدينا فقط عيدين الفطر والأضحى. والسبب الثاني أننا أساسا في حالة حب دائم طوال الوقت ولا نحتاج يوما واحدا فقط لذلك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.